انت مضرب عن الزواج بسبب اللي شايفه حوالينك وبسبب هذه الاشياء؟ مش مضرب والله، مش حكايه اضراب. انا يعني عمري ما قلت انا مضرب، انا مش هتجوز، لا لا خالص خالص. هو الموضوع جاي كله بالصدفه. يعني انا كل حاجه ماشيها بعقلي وقلبي، الشغل، حياتي، اصحابي، اللي حاجه اللي تريحني بعملها، اللي ما بتريحنيش ما بعملهاش. ما بضغطش نفسي على حاجه علشان مش بقول ان انا عارف ايه اخرتها في اي حاجه، في شغل او يعني حاجه حياتيه، بس بحس ان انا يعني شويه عارف ممكن ايه اللي يحصل شويه قدام بالظروف اللي انا شايفها قدامي يعني، فاهمه؟ فما فيش ظروف كانت ملائمه ليا تخليني ادخل في علاقه جواز لغايه دلوقتي. والهرشة السابعة أكد لك الموضوع بزيادة. لا لا خالص والله العظيم ابدا، لا 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 ابدا، بالعكس. ازاي دول الاثنين يعني اللي هم في الاخر يعني ما لهمش غير بعض يعني، يعني اللي اتفرج في الاخر لو جينا نتفرج هنلاقي ان الاثنين لسه بيحبوا بعض، الاحسن ان هم يرجعوا لبعض، بس في يحبوهم تعاسة يا ولادهم. محمد، في تعاسة والنهاية جات مفتوحة، وعجب بالاتفاق هذا بتبقى في الشيء كثير تعاسة. ناس. لا بالاتفاق مفيش تعاسة. هما في الاخر عملوا ايه؟ اتكلموا، فضفضوا، ده قال وجهة نظره ودي قالت وجهة نظرها، وسمعوا بعض وما كانوش سامعين بعض. يعني احنا مرينا بكل المراحل، حبينا بعض وغيرنا على بعض وزعقنا لبعض وهزقنا بعض. فمرينا بكل المراحل. انا وامينه مثلنا مع بعض زمان، ودي تاني مرة نمثل. يعني يمكن زمان ما كانش فيه مشاهد بينا، بس المرة دي ما فيش مشاهد غير مع بعض، اي ودي كانت حاجة حلوة جدا. أمينة من الممثلين اللي بيساعدوا الواحد ان هو يعمل حاجة كويسة، صحيح، ان هو رائعة. ان انا اوصل لها، وان احنا يعني نوصل للدرجة دي من المصداقية. هي ممثلة مريحة، جميلة، لذيذة، شاطرة، حقيقي عينيها فيها حاجات كتير جدا، حقيقي تالنتد، حقيقي أحب إن أنا أشتغل مع أمينة كتير. الحمد لله زي الفل. غيرت طبعا حاجات كتير عشان كان لازم أغير حاجات كتير، والحمد لله دلوقتي أتمتع بصحة جيدة الحمد لله. ومثلت كويس اهو الحمد لله.